احنا محتاجينه النهارده فوز او تعادل يعني، ما تبقاش هو ده المفهوم. ولكن اتعودنا دايما النادي الاهلي بيلعب على الفوز، اتعودنا دايما باداء النادي الاهلي في المباريات الصعبه، اذا كان جوه مصر او بره مصر. الحقيقه رجاله بتتحمل مسؤوليه كبيره جدا. عايزين نعالج الاثار اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها دي كلها دلوقتي، عايزين نعالج اثار ال 48 ساعه ماتش، كل ماتش اللي هو كان قبل الماتشين، اللي نسيت اقول لك ان قبل ماتشين كاس العالم كانوا بيلعبونا بيخبطونا في بعض، يخبطونا في سان داونز ويودونا مع بيراميدز ويجيبوا حتى بيراميدز فيها لعيبه من المنتخب والزمالك، في لعيبه من المنتخب والاهلي، في لعيبه. فاحنا كنا الفتره اللي فاتت دي كلها تاثر المستوى وخارجين من بطوله افريقيا وخارجين من تصفيات كاس العالم يعني مفيش مساعده حتى. راجعين لها يا كابتن ما تخافش، راجعين لها. راجعين باذن الله. راجعين لا لا راجعين لها. يعني انا اشوفك بعد بكره ان شاء الله. الضغط النفسي باذن الله. عايزين نتخلص النهارده بكل ده والتاهل دوري المجموعات باذن الله. ان شاء الله. واللعيبه تبقى باذن الله على قد مستوى ونتفرج على ماتش حلو باذن الله. يا رب باذن الله.